احنا داخلين واقفين قدام بيت سيوي، بيت تقليدي، بيت تقليدي، هنتكلم في العمارة التقليدية. تمام. البيت سيوي من اول المدخل عايزين ناخد وصف تفصيلي للبيت السيوي. في الغالب بيبقى قدام البيت الحوش، اسمه ايه الحوش؟ بنقول عليه المريح. مريح ايوه، احنا بننطقها المريح. ايوه. بعد كده بيبقى عندي المدخل بتاع البيت، بيبقى عندي الساحه اللي في مدخل البيت، بنقول تمام، بنقول عليه بلغه سيوه المطلوله. المطلوله ايوه، مش المطلول. لا المطلولة. المطلولة. احنا عندنا كله مؤنث. في نفس المكان بيبقى عندي المربوعة. اللي هي أوضة استقبال الضيوف. المطلولة في المدخل. في المدخل. كان على طول في نفس المكان بيبقى المربوعة بتاعتي. يعني المربوعة تدخل لها من المطلولة. تخش المطلولة. بتحود على المربوعة. المربوعة. المربوعة دي اللي هي تعتبر يعني أوضة استقبال الضيوف. ايوه. تمام؟ المنظرة او ما اعرفش بيسموها ايه. تمام؟ متعددة الاسماء في كل مكان يعني. يليها بعد كده حاجة اسمها السطاح. السطاح ده بيبقى مساحة طويلة جدا. السطاح. 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 ما فيهوش ألف، ما فيهوش لام. لا السطاح ألف سين طاح ألف حاء. تمام؟ ده بيبقى في الساحة، الساحة الكبيرة، الصالة الواسعة اللي بتبقى في وسط البيت. دي بتبقى في الغالب طبعا للقعاد، الناس بتقعد فيها وكده. بعد كده بيبقى عند الأوض. الأوض ما هيش محددة. اتفضل. الأوض ما لهاش تحديد. يعني ايه الاوضه نفسها اسمها ايه؟ اي اوضه؟ تغرفت. 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 غرفه. غرفه. اصلها غرفه في الواحد كده. لا ما احنا بنقول على تغرفت محرفه برضه. بعد كده بيبقى الميزه ان انا بيبقى عندي اوضه، دي الاوضه الشتويه. فين؟ في نفس البيت. اوضه من في انهي دور يعني؟ في التحت. هو في الغالب زمان كان بيبقى دورين، لانه كان الاسره ممتده فبيت العيله. ايوه. حتى لو كان دور واحد بيبقى في اوضه اسمها الاوضه الشتويه، ودي لازم تبقى الناحيه القبليه. الناحيه القبليه عشان تبقى دافيه و في مصد الهواء. ما يطلعش تيار الهواء. ودي ليها مميزات كتير. اولا ده المكان اللي بتتجمع في ايام الشتاء بالتحديد، كل الاسره لازم تتجمع في الاوضه دي عشان دفى. الدفى. وبيبقى عندي الترابيزه بتاعه الاكل او والعدة الشاي بتاعتي والمدفأة بتاعتي. ان انا بجيب المنقد ده، باجي مثلا فترة زي دي زي قبل المغرب في وسط الأوضة مثلا. قبل المغرب بحاجة بسيطة، باجي بجيب الخشب بتاع الزيتون بحطه بولع عليه. مجرد ما يبقى بيوصل لمرحلة ان هو يبقى فحم، مجرد فحم او جمر، بدخله الأوضة بحطه في وسط الأوضة بيدفي لي المكان. وطبعا كل الأسرة بتبقى متجمعة. زمان عشان ما كانش في تلفزيون، فكانت الجدة بتقعد الولاد والأحفاد وكل الأسرة بقى بيقعدوا يحكوا مع بعض، فكانت طبعا بتحكي لهم الحواديت. تمام؟ من خلال الحواديت اللي هي بتحكيها بتقول لهم فلان راح وما اعرفش ايه، ففي الاخر بتطلع بنتيجه ان هي بتعلمهم الاخلاقيات والقيم. فمن من هنا حتى تلاقي لغاية النهارده مجتمع سيوة مجتمع خالي تماما من اي جريمة تذكر. واخد بالك ازاي؟ ده بالنسبة لدور الأوضة الشتوية. بيبقى عندي المطبخ بنقول عليه سطاح نطابنت، نسبة للطابونة. سطاح يعني نطابنت يعني الطابونة. تمام؟ بيبقى عندي الفرن بتاعي، بيبقى عندي الكانون. تمام؟ بعد كده اتفضلين الحمامات. في المرحول ده ولا اسمه ايه؟ لا المرحول ده الفرن المتنقل. المتنقل ايوه. ده الفرن ده النموذج المصغر بتاعي المتنقل اللي بيبقى اللي بيبقى موجود معايا. وده مرتبط ان انا لما ببقى مثلا في الجنينه بتاعتي لمده اسبوع ولا حاجه، فبجمع البلح والزيتون مش كل يوم او كل يوم التاني اروح البيت عشان اخده. لا باخده معايا بيبقى معايا. طبخ عليه. الحمامات في مجتمع سيوة زمان كانت مختلفة تماما عن الحمامات التقليدية اللي موجودة دلوقتي.
عشان البلدي. البلدي ودي مرتبطه بالناس اللي كانت قاعده في مدينه الشالي او سوى القديمه. المكان عباره عن حصن. حصن مبني بماده الكرشيف دي والطينه، ودي لو عرضتها للميه كتير هتتهدم، وحضرنا ننزل ولو نزلت ملحيه هتذوب يعني. فكانوا عاملين نظام ما بيست يعني ما بيستغلش ميه كتير او ما بيستعملش ميه كتير. البيوت اللوحات كلها لانها ضد الميه، الميه توقع البيت بالظبط. فبيعملوا الاوضه وبيعملوا لها سقف من جذوع النخيل، بيعملوا الاوضه الثانيه تمام. الاوضه التحتانيه دي اسمه كنيف زي اللوحات الثانيه ولا لا؟ احنا بنقول عليه بيت الراحه كده، ناس يقولوا عليه بيت الراحه. ما تمام. وفي ناس يقولوا المستراح. المستراح يعني المكان الاستراحه. المستراح مش المكان الاستراحه، مكان ايوه ما انا الحاجة. ايوه ما انا فاهم يعني، اقصد ان هو المكان اللي انت بتستريح يعني. الاوضه التحتانيه هي دي هو ده المكان اللي انا بجمع فيه الفضلات. تمام. طيب وليه فتحه؟ وليه فتحه؟ فتحه لبره. بعد كده لما بتتجمع بطلع سنه مره مثلا. يعني حسب ما تتجمع. بس عندي هم برضو عالجوا مشكلتين من البيئه برضو. صحيح هو الميه استعمال شخصي، هو ما بيستعملش ميه كتير، ولكن هيبقى فرط واحد ميه. هم بيتخلصوا منها ازاي؟ ان هم بيجيبوا الرمله بتتحط على جنب كده، بيقعدوا ياخدوا منها ويرموا تحت. فبتجفف في الجنب كده، ويقعدوا ينزلوا وتجفف الميه اللي موجوده. المشكله الثانيه مثلا متمثله في الريحه. انا ما عنديش بقى حاجات ارشها وما اعرفش الكلام ده. فكانوا بيستعملوا الرماد الفرن واللي طالع من عمليه الخبيز، وده يعتبر كربون. الرماد ده اسمه ايه هنا؟ يغيد. يغيد يغيد بالدال؟ لا لا ثواني. يغد. يغد. ده لما بيترمي تحت بيشيل اي روائح وبيساعد على التجفيف. ومجرد ان انا لما بتتجمع بطلعها بره. عظيم. خدها كده مدعو. وبكده ما كانش بقى عندك لا صرف صحي ولا اي حاجه. ده البيت. وبيبقى عندك اوضه خارجيه دي بحط فيها ادوات الفلاحه بتاعتي، دي بتبقى مستقله بتاعت الجنينه بتاعتي وكده، المنجل والطوريه. وبيبقى طبعا بالنسبه لتربيه الحيوانات بيبقى برضو في الزريبه بره، يعني بيبقى مستقل تماما عن البيت. مستقله ما فيش ليها مدخل من البيت؟ لا 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 اطلاقا. طب الست لما تيجي تربي دواجن بتاع؟ لا دي في الغالب مثلا بيبقى اصل البيت في سيوه بيبقى عنده على فكره بابين. باب الناحيه البحريه ده الاستقبال للناس وكده. وباب الناحيه الثانيه الناحيه القبليه خلف ظهر البيت على طول. بالظبط. في الخلف ده ممكن برضو بيتعمل حوش كبير. تمام. ده للدواجن. وده ممكن اعمل فيه مثلا حظاير صغيره واربي فيها الحيوانات. بالظبط كده. وبيبقى عندي زمان كانوا عشان البيوت متصله ببعض فبيعملوا حاجه اسمها الخص. استراحه طويله كده في طول البيت، وبتعمل لها المصاطب على الجنبين اللي هي في الشارع، اللي هي بقى تبقى بين البيتين يعني. بالظبط. وده المكان اللي بيقعد فيه الناس كبار السن وبيستغلوا وقتهم سواء في مناقشه امورهم العامه والخاصه او ان هم بيشتغلوا ما بيقدروش يروحوا لغير. بيشتغلوا بقى شغل الخوص والجريد والكلام ده. وطبعا في الغالب بيبقى البيت في سيوة طبعا هو بيتبني بماده الكرشيف يعني الماده المتحجره دي. وبيبقى الجدار بيبقى سميك. ليه بقى؟ عشان احتفظ بدرجه حراره المكان. والشبابيك بتبقى برضو صغيره لنفس الغرض، ان انا بحتفظ بدرجه حراره المكان سواء في الصيف او فتحات البيت المطل على الشارع. بتبقى يعني كتير يعني الواحد بالصفه يعني
بتبقى دايما الفتحات اللي على الشارع بتبقى يا اما عاليه فبتبقى شبه في قرى في طبعا طبعا لا في لا لا برضو بتبقى عاليه بتبقى عاليه عشان اللي طالع ماشي من الشارع ما يشوفش طبعا لا 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 اطلاقا الحرم بتاع البيت بالظبط تمام ده الدور الثاني السطح السطح بيستغل حاجتين اتنين يا اما هو في الغالب في الصيف بيبقى مكان للنوم الناس بتفرش فوق وبتنام او بستعمله كمنشر خاص لي ان انا بحط نوع معين من البلح بنشره في اللي هو العزاوي اللي هو بنستعمله كعلى صورنا امبارح بالظبط فده بيستغل يعني لحاجتين انما ما بحطش فيه الكراكيب والكلام لا 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 زي هذا القهر لا لا دي وظيفه انما في ناس بتنام في الصيف في الصيف بتطلع فوق وبتقعد وبتنام فيه السور السطح ده بيبقى شكله ايه لا ما بيبقاش عالي سور يعني يعني في حدود متر مثلا متر برضو كرشيف بتوع زمان بيبقى كرشيف انما دلوقتي بيبقى بالطوب بناخد لا زمان كان طبعا بيبقى محدش كان بيقعد بالجريد وزمان كانوا بيعملوا بالجريد لغايه قريب لغايه النهارده في ناس بتعمل بالجريد بس ده ما بيبقاش للكل ما بيبقاش للسطح كله بيبقى للجزء اللي انا بخصصه للنوم اللي هو المكان اللي انا بخصصه للنوم ده بعمله بحوطه بالجريد انما بقيت السطح اللي بنشوف فيه بيبقى مفتوح مكشوف من غير صور اللي بنشوف فيه البلاح يعني مش شرط يعني اللي بيعمل بالجريد بيعمله ليه ده انما اللي بيعمله بالطوب بيعمله كله ايوه واخد بالك طيب